يضيف فريق الجيش على ملعبه مساء اليوم نظيره أريان في مباراة مهمة لحساب الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم قطر بكرة القدم هذا ويسعى صاحب الأرض إلى تحقيق الفوز لرد اعتباره من خسارته أمام ضيفه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف فضلا عن أمله ببلوغ المركز الثاني الذي يحتله الأخويا بفارق نقطة واحدة عنه فيما يسعى الضيوف لتكرار فوزهم في المرحله الاولى اضافه الى تمسكهم بصداره الترتيب بنقاطهم الاحدى والستين وبفارق عشرين نقطه على خويا صاحب المركز الثاني